الحمد لله الحمد لله مولانا الأكبر، والشكر لمن خلق وصور، وصلاة الله على طه النور الوضاء الأنور، وصلاة الله على طه النور الوضاء الأنور، جاء بالشرع والإسلام الأطهر، أدبه ربه فرباه، ونداه في القرآن إن أعطيناك الكوثر. حبيبي يا رسول الله، ما بين منبري والقبر قف أدبا، وقبل الأرض وقل نال القلب ما طلبا، وشاهد القبة الخضراء، وقل الحمد لله نور محمد قد غلبا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأخيار الذين قال فيهم النبي المختار: آل بيتي كسفينة نوح، من أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ليلة المعراج، عند الانتهاء ليلة المعراج، أراد النبي محمد أن يخلع عليه، فنودي: يا محمد لما تخلع عليك؟ قال: يا رب، خشيت مرارة الطرد وعظمة الرد، خشيت أن ينادى علي كما ينادى على موسى: اخلع عليك. فسمع محمدا مناديا: يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وإن كان موسى قريب فأنت الحبيب. يا محمد سل ما شئت، فإني قريب سميع مجيب. يا محمد سل ما شئت. فيقول النبي: اللهم إني لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا فاطمة ابنتي، ولا حليمة التي أرضعتني، ولكن اللهم أسألك أمتي أمتي. فيقول الله: يا محمد، أنا رب لطيف، وأنت نبي شريف، وأمتك خلق ضعيف، فلا يضيع يا محمد الضعيف بين اللطيف وبين الشريف. يا محمد، وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. خير الكلام ومسك الختام: كتاب كلماته نور، وحروفه دستور، جعل للغة العربية أبهى بيانا وأجمل حصور. نجلس سويا بين يدي الإبداع والتألق في سماء دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، والذي لقب بملك المقامات. الله أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. فليتفضل معالي الدكتور إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا.
بسم الله تعالى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب صلوا على سيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير حاضر الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها نسمع القرآن معلش مش عايزين شو جنات عدن جنات عدن جنات عدن
جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد قبول لنا ولكم ويرحم موتانا إن شاء الله ويرحم ستنا الوالدة رحمة واسعة ويغفر لنا ولها يا رب العالمين آمين. حاضر الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله يا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ذلك من الشاهدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.